السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل الأحوال إن شاء الله. كنتمنى أيضا أنكم تكونوا ما تأثرشوش بالقرارات والشروط الجديدة وأنكم تستمروا في المراجعة وفي المتابرة ومزيدا من النضال كيف ما كنقولوا. وبالتوفيق إن شاء الله واحد موفق للجميع. فضل فيديو الإخوان غادي نحاول نشوفه إن شاء الله وبحول الله ce qu'on appelle l'évaluation en EPS. On va voir les types d'évaluation. On va voir les types d'évaluation. On va voir comment on va voir l'observation ou l'évaluation. On va voir la note qui peut être donnée. Les élèves, bien sûr. Donc, à la barakat illah, on va voir le premier type d'évaluation ou les huwa. Qui compte la séance d'observation ou qu'on se met l'évaluation diagnostique. Donc, je n'ai pas l'évaluation diagnostique. Cette séance vise l'analyse des capacités et des possibilités des élèves ainsi que leur niveau de pratique dans l'activité sportive utilisée. Donc, voilà. Qu'on dit l'évaluation diagnostique ou le haja qu'on dira le début du cycle, yani qu'on va mettre le cycle, ou alliha qu'on bini les objectifs de le cycle. D'enseignement, apprentissage bien sûr. Donc, quand on fait la séance, le fait de l'évaluation, quand on fait la séance, on fait la séance, par le cycle pédagogique. Donc, les objectifs du cycle d'IANA. Cependant, il faut préparer une fiche d'observation qui comprend des critères fiables et objectifs dont elles permettent de juger et de prendre des décisions afin de créer des objectifs sur lesquels se base le projet du cycle. Donc voilà, pour que tu connaisses la séance ou l'évaluation 100%, on va mettre les fiches d'observation les canamarons. وبهم باش كنعرف شنو كاين وشنو هما المشاكل اللي لقاو الوليدات في هذوك لي سيونس. دونك اللي خصني نبقى عاقل عليه في هاد ليفالياسيون هي واحد ليفالياسيون كدير قبل لو سيكل وعليها كنبني لي زوبجيكتيف ديال السيكل، يعني كنشوف المشاكل والعقبات اللي كيلقاو التلاميذ كيف ما قلنا. دونك هادشي اللي كاين في لا سيونس الاولى واللي هي كنسميوها لا سيونس دوبسيرفاسيون ولا ايضا تيست دوبسيرفاسيون، ومن خلالها كنديروا هاد ليفالياسيون دياغنوستيك. دونك نحاولوا نشوفوا دابا ليفالياسيون الثانيه واللي مهمه بزاف واللي هي ليفالياسيون فورماتيف. دونك ليفالياسيون فورماتيف، دونك من لو نون ديالها كنعرفوا بانها واحد ليفالياسيون تكوينيه كنكونوا بها الدراري او مومون دي سيكل، يعني في الوسط ديال لو سيكل ولا في الحصص ديال لو سيكل. يعني ملي كنكون ندير لي سيونس ديال لو سيكل كيبانوا لي واحد المشاكل اخرى لقاوها الوليدات في هذاك لو سيكل، دونك كنحاول نتريتيها باغ دي فورماسيون فورماتيف، دونك كيكونوا في الوسط ديال لو سيكل. دونك شاك سيونس فيز ليفوليسيون دي بوسيبيليتي دي كاباسيتي فيزيك سبورتيف اي دي كونيسونس كوجنيتيف دي زيليف ا بارتير دي سيتوياسيون بروبليم دون لور solution pour permettre la formation et la création des nouvelles connaissances qui vont en parallèle avec les objectifs proposés dans le projet du cycle. Donc, on va voir le niveau des élèves, واللي من خلالهم كنحاولوا اننا نعالجوهم باغ دي سيونس فورماتيف، سواء الا كانوا عندهم زعما مشاكل في لا بروسيدور ولا في الكونسيبت ديال لاكتيفيتي اتسيتيرا. وهاد لي سيونس اللي كنا كنديرو فورماتيف كنحاولوا اننا نديرو فيهم دي سيتياسيون بروبليم وضعيات مشكله، بحيث ان هذاك التلميذ الا بغى يدير لا ريزولوسيون ديال هذيك لا سيتياسيون بروبليم خصو انه يتفور لانه يعالج المشكل ديالو، يعني نيسيسيت كرياسيون دو نوفيل كونيسونس كي فون اون باراليل افيك لي زوبجيكتيف، واللي من خلالهم كنوصلوا لي زوبجيكتيف بروبوزي دون لو بروجي دو سيكل بيان سور.
Donc, en consigne, et pour que l'apprentissage sera réussi, l'enseignant fasse des évaluations formatives continues lors des séances d'apprentissage pour corriger et diminuer les difficultés grâce au feedback et aux problèmes rencontrés par les élèves. Donc, au cours عاوتاني بان خصنا نديرو دي زيفالياسيون ملي كنلقاو مشاكل عند التلامذ بور كوريجي عفوا اي ديمينيوي لي ديفيكولتي غراس او فيدباك ردود الفعل والمشاكل رونكونتري بار لي زيليف. دونك اللي خصني نعقل عليه دائما هو ان هاد ليفالياسيون فورماتيف كدير او مون دو سيكل, يعني في الوسط ديال لي سيونس ديال لو سيكل, ا بارتير دي سيتياسيون problème ou la wadaiyat mushkila qui nécessite la création de nouveaux connaissances, yani باش انني نواجه هذوك المشاكل ou la العقبات اللي عند الوليدات. Donc نحاول دابا ندوزو le dernier type ou les huwa l'évaluation sommative. Donc l'évaluation sommative ou la séance de l'évaluation sommative, donc c'est une séance finale des cycles. Il s'intéresse à évaluer le produit final appris qui présente le résultat des apprentissages. Yani, النتيجة النهائية اللي ممكن نقدر نلقى في ليليف. دونك كندير واحد ليفاليياسيون في الاخر كيف ما قلنا سوماجيف اللي كنحدد بها لو برودوي فينال ديال ليليف. Bien sûr à travers les apprentissages اللي خدمنا في لو سيكل. Dans le but est d'avoir le degré de réussite des objectifs proposés afin d'avoir une décision éducative et distribuer une note aux élèves selon la grille de notation. Donc voilà, ni qu'on arrive par observation, bien sûr, l'observation directe que tu trouves avec le produit final. Donc, on peut être censé en ligne pour l'ouhad la note l'inatir le timid. Donc, bien sûr, had la note عنده واحد المعايير اللي غادي نشوفوها إن شاء الله. دونك ما كنجيش وكنحط هذيك لا نوت بازار, وانما على حسب واحد المعايير اللي غادي نشوفو من دابا من مور هاد الفقره. دونك لي فالياسيون سوماتيف كتكون في لا فان ديال لو سيكل, واللي من خلالها كنعرفو لو برودوي فينا ديال ليليف, وكنحاولو نترانسفورميو هاد لو برودوي بيان سور بار لوبسيرفاسيون ا اين نوت اللي نقدروا نعطيوها لي زيليف. بيان سور قلنا اترافير واحد المعايير اللي غادي نشوفو دابا نيجي ان شاء الله. دونك فوالا, هذه هي لا نوطاسيون جينيرال ديال لو بي اس. دونك كتقسم لثلاثه ديال لي بارتي مهمين, عندي كونيسونس بروسيديرال, عندي كونسيبتيال و كومبورتمونتال. دونك ثلاثه ديال لي بارتي مهمين عندو لا بروميير بارتي واللي هي بروسيديرال. شنو عندي في البروسيديرال؟ عندي لاتليتيزم, وعندي لي سبور كوليكتيف يعني ماركاج دي ماركاج, وعندي الجيمناستيك. دونك فوالا, نحاولوا نمشيو بارتي بار بارتي. دونك لاتليشيزم, لاكتيفيتي فيزيك او الاكتيفيتي فيزيك اللي هي لاتليشيزم العاب القوى. كريتير دو ليفالياسيون, لي كريتير اللي كن ايفالي اللي هما لابيليتي موتريس و الكومبورتمون موتور. دونك جوج ديال الحوايج, لابيليتي موتريس لو كومبورتمون موتور. دونك الاخوان, هاد الجدول راه كيتحط بزاف في لو كونكور, نحاول انني نحفظ هاد النوطاسيون اللي عندي واحده بوحده ان شاء الله. دونك ديفينيسيون, عندي برودوي بيرفورمانس, برودوي بالنسبه لابيليتي موتريس يعني اشنو دار هذاك ليليف كومطاش, و بيرفورمانس يعني القدرات اللي عند هذاك ليليف. وعندي لي زوتي يوتيليزي, دونك كيختلفوا على حساب لا بي اس. دونك كل ا بي اس واشنو هما لي زوتي اللي كنخدموا بهم. دونك بالنسبه لاتليشيزم, عندي في التخون كوما 6 بوان على لابيليتي موتريس, وعندي 7 بالنسبه الاولى والثانيه باك في لابيليتي موتريس ديما. وبالنسبه للكومبورتمون موندور عندي في التخون كوما عندي 6 ولا باك 6 اي الثانيه باك عندي 7. دابا نحاولوا نشوفوا لي سبور كوليكتيف. لي سبور كوليكتيف اشنو لي كريتير دو ليفالياسيون؟ عندي كاباسيتي سبورتيف اي ابيليتي موتريس. كنشوف غير لا كاباسيتي سبورتيف اي ابيليتي موتريس انديفيديوال او كوليكتيف. يعني كتشوف هذاك الدري مثلا في واحد لا بي اس ديال الباسكت, كنشوفو كيفاش كيلعب انديفيديوالمون وكيفاش كيلعب كوليكتيفمون. دونك برودوي بالنسبه لا ديفينيسيون, برودوي دي كومبورتمون فيزيك. لوتشي ايتوليزي كنخدم بالغول دوبسيرفاسيون. دونك عندي 6 بوان في ترون كومون او لا باك,
و 7 بوان بالنسبه للثانيه باك، وبالنسبه هادشي بالنسبه للانديفيديال. وبالنسبه للكوليكتيف عندي 6 ديال النقاط بالنسبه للترون كومون، و7 7 بالنسبه للاولى والثانيه باك. دونك عندي ايضا لا جيمناستيك كاباسيتي سبورتيف اي ابيليتي موتريس، دونك ايفالي غير لا كاباسيتي سبورتيف اي ابيليتي موتريس. دونك ديفينيسيون عندي لو برودوي دي كومبورتمون فيزيك، دونك شنو دار هذاك ليليف. دونك عندي 12 بالنسبه للترون كومون، 13 بالنسبه اولى باك، اي 14 بالنسبه للثانيه باك. دونك هادو هما اللي خصني نركز عليهم بزاف، واللي كيطرحوا وكيتعاودوا بزاف في الكونكور. نحاول انني نحفظهم الاخوان ونركز معاهم مزيان. بالنسبه لي كونسونس كونسيبتوييل في الكونسيبت، راه عندي 3 3 3 بالنسبه لكاع لي نيفو. وبالنسبه لي كونسونس في الكومبورتمون عندي 5 4 3، دونك عندي 5 بالنسبه للترون كومون، و 4 بالنسبه الاولى باك، و 3 بالنسبه الثانيه باك. دونك هادشي اللي كاين الاخوان في ليفالياسيون كامله، هادشي اللي خاصك تعرف في ليفالياسيون. حاول انني نركز مزيان ونشبع مزيان لا فيديو، وما يكون غير الخير ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع، واحد موفق.